95% من الوصولات المقدمة إلى نافذة بيع العملة هي وصولات مزورة، ونحن أعلننا بوثائق رسمية لبعض المصارف كيف أنه يقومون بتزوير الوصولات وما هي المواد التي يدعون بأنهم يستوردونها باسم المشاركة في نافذة بيع العملة. في عمليات التزوير طبعا المصارف هي فاسدة إلى حد ما، وتقف خلفها جهات سياسية أفسد منها لتمارس النهب المال العام وتمارس هاي عمليات التزوير. يعني حتى وصلت فيهم مرحلة أنه يجيبون أسماء مال موتى من استعلامات مقبرة النجف، زين يجيبون أسماءهم يسجلون بهم وصولات على بدون يستوردون بضاعة.